عناوين النشرة: الحوار الأخير، مناقشة صلاحيات مجلس الشيوخ، والعبرة في الخواتيم. جورج عبد الله يعلن الإضراب عن الطعام تضامنا مع المعتقلين الفلسطينيين. طعن بسكين في لندن، مقتل امرأة وجرح خمسة واعتقال الفاعل. من قناة الجديد في بيروت، أهلا بكم إلى نشرة الظهيرة. في فرنسا أنباء عن احتجاز رهائن قرب سجن تحقيقات بمدينة دوما غربي البلاد، والأجهزة الأمنية الفرنسية تعمم صورة طالب لجوء أفغاني تقول إنه إرهابي، وهو بصدد تنفيذ هجوم إرهابي وشيك في فرنسا. وفي لندن، اعتداء بسكين راح ضحيته سيدة أمريكية، وأعلنت الشرطة البريطانية التي ألقت القبض على منفذ الهجوم أنه نرويجي من أصل صومالي، ورجحت الشرطة أن يكون يعاني اضطرابات عقلية، لكنها لم تستبعد الدافع الإرهابي. محليا، تختتم اليوم ثلاثية الحوار المنعقدة في عين التيني بغياب العماد ميشيل عون والنائبين وليد جنبلاط وسليمان فرنجيه. وقد أكد الرئيس نبيه بري في بداية الجلسة عند سؤاله حول المدة التي سيستغرقها النقاش، قال إن العبرة هي بالخواتيم. ويتمحور النقاش حول انتخاب مجلس الشيوخ وصلاحيته ودوره وإمكان إقراره. معنا من عين التين الزميل باسل العريضي طبعا ليطلعنا على المزيد من التفاصيل. باسل، اهلا بك. هل رشح اي شيء عن جلسه الحوار؟ بالواقع داليا، يعني بحسب اخر المعطيات من داخل طاوله الحوار، على ان النقاش كما ذكرتي في المقدمه على انه يقتصر او يتركز بشكل اساسي على موضوع مجلس الشيوخ وصلاحيات هذا المجلس، لكن بحسب المعلومات الاخيره ان كل هذا النقاش لا يزال في اطارها العام، ولم يصر الى الدخول في تفاصيل هذا المجلس. بالواقع داليا، يعني اليوم من المتوقع كما ذكرت ايضا في المقدمه على انها هي الجلسه الثالثه والاخيره من ثلاثية هذا الحوار في عين التيني، التي اتفق على تسميتها بالخلوة على اعتبار أن يفترض أن تأتي بنتيجة بعد كل الجلسات. 21 جلسة سابقة، كل هذه الجلسات السابقة لم تصل إلى أي نتيجة، لا في موضوع رئاسة الجمهورية ولا في قانون الانتخابات. أيضا هذا الأمر كان تم التأكيد عليه من خلال المناقشات بالأمس، على أن كل طرف يتمسك بموقفه فيما يتعلق بهاتين المسألتين. وبالتالي كان المخرج الذي طرحه الرئيس نبيه بري، الذي كان ألمح أيضا إليه في وقت سابق، هو موضوع مجلس الشيوخ. أيضا تم طرح موضوع اللامركزية الإدارية وإنشاء الهيئة الوطنية للإلغاء الطائفية السياسية وغيرها من البنود الإصلاحية التي نصت عليها اتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني في اتفاق الطائف. وبالتالي كان هناك المبادرة، أو إن صح التعبير الأرنب الذي وضع على الطاولة بالأمس، هو موضوع مجلس الشيوخ، على اعتبار أن هذا المجلس في حال تم التوافق عليه بطبيعة الحال سيكون انتخاب هذا المجلس بناء على القانون الأرثوذكسي، أي كل طائفة أو كل مذهب ينتخب ممثلين له في هذا المجلس. لكن صيغة هذا المجلس غير واضحة بعد، هناك العديد من الأمور التي يجب مناقشتها، تحديدا ما يتعلق بصلاحيات هذا المجلس وعدم تضاربها مع مجلس النواب، ما هي الدور أو صلة الوصل بين هذين المجلسين، من هي الطائفة أو المذهب الذي سيتولى رئاسة هذا المجلس. كل هذه التفاصيل داليا طبعا اللي هي ستكون موضع خلاف ونقاش ربما داخل هذه الجلسة لتحديد هوية هذا المجلس وكيفية إنشائه، خصوصا يعني نحن نحكي عن هذا المجلس بعد حوالي 25 عام على أو أكثر بقليل من على اتفاق أكثر من اتفاق إنجاز اتفاق الطائف. بعد كل هذه السنوات، أكثر من ربع قرن، اليوم بدأ الحديث عن الإصلاحات وتطبيق هذه الإصلاحات التي نص عليها هذا الاتفاق. وبالتالي يعني اليوم بعد ما وصلت الأمور إلى هذا المأزق، إلى هذه الأزمة، إلى هذا الجدار الذي لا يستطيع المتحاورون اللبنانيون تخطيه، تم إعادة طرح البنود الإصلاحية. الجلسة اليوم أخذت وقت أكثر من الجلسات الماضية، نظرا على أنها الجلسة الأخيرة، وعلى المتحاورين أن يخرجوا بشيء إلى أمام الرأي العام اللبناني على أنهم استطاعوا إنجاز
شيء معين أو مقاربة معينة لهذه الأزمة، وبالتالي هذه الجلسة لازالت مستمرة حتى هذه الساعة. ربما يعني سنشهد في الدقائق القليلة المقبلة أو النصف ساعة المقبل بدء خروج هذه الطاولة، حتى الساعة لا يشير أي شيء على قرب انتهائها ربما، لكن كما ذكرنا على المتحاورين أن يخرجوا بشيء اليوم. كل الرأي العام بانتظار إن كان فعلا هؤلاء المتحاورون هؤلاء الأقطاب باستطاعتهم الخروج بأي شيء، أم أنهم أيضا سيؤجلون أو سيوردون أو يقذفون بهذا الفشل السياسي إلى مرحلة مقبلة. كان هناك طرح على أن مجلس الشيوخ إنشاء بعض اللجان أو إحالة بعض المواضيع إلى اللجان النيابية لدراستها، هذا ربما سيكون مخرج معين، لكن كما نعلم داليا في كل التجارب السابقة كل المشاريع التي دخلت إلى اللجان لا تزال بمعظمها داخل. على ما يبدو داليا انتهت الجلسة في هذه الأثناء بخروج أول الخارجين هو أو المغادرين هو الرئيس نجيب ميقاتي والنائب أسعد حردان ممثل الحزب القومي. دوت الرئيس إن شاء الله بخير. وين دنيس الجلسة؟ هي طبعا استمرار للجلسات السابقة وحتستأنف إن شاء الله بخمسة أيلول الساعة 12 الظهر. الجو كان جو بنقدر نقول بنفس السياق اللي كان فيه امبارح، مناقشة عامة عن مواضيع قانون عن مجلس الشيوخ، صلاحيات مجلس الشيوخ، قانون الانتخابات النيابي وقانون انتخابات مجلس الشيوخ، كلياتها بتكون موجودة برزمة واحدة لأنه لابد ما أنه تكون مدخل حقيقي لقانون انتخابات عصري ووطني. هل بقي؟ ما في شيء. نعم بس. إذن داليا أول الخارجين الرئيس نجيب ميقاتي والنائب أسعد حردان ممثل الحزب القومي، أيضا الآن الرئيس ميشيل المر. الرئيس القصة كلها من أكثر من 5 شهور قانون الانتخابات ومجلس الشيوخ هتشكل بس يعني عم نحاول داليا قدر الاستطاعة أخذ بعض التصريحات من المتحول. من هون لخمس شهر بكون تشكلي كل واحد من المحاورين هيعطي اسم أحد من الدستوريين يعني يلي بده يكونوا هني عم بيحاوروا مشان يشوفوا قصة المجلس الشيوخ ومجلس النواب اثنين سوا. ما نحكى اليوم بالرئاسة يعني؟ لا ما نحكى هلا اليوم. الرئاسة هي بالمركز الأول، مش حيتنفس شيء قبل الرئاسة. شكرا. يلا شكرا. يعطيك العافية. خلينا محمد نصر. خلينا استقبال اليوم بهي الجلسة. مين شو طلعتوا بهي الجلسة؟ يا شباب بدكم تعطونا شوية هدوء. اليوم ثلاثية استكمال للبحث اللي بدأ امبارح وأول امبارح فيما خص تطبيق الطائف بكل بنوده، لتكون ورشة عمل عم بتحضر لرئاسة الجمهورية وبدء أي موضوع يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية. وبالتالي نحن شغلتنا نحضر ورشات عمل لتطمئن اللبنانيين إن كان في موضوع قانون الانتخاب، إن كان في موضوع قانون مجلس الشيوخ المرتبط ارتباط مباشر بقانون الانتخاب، وإن كان موضوع اللي أحاله الرئيس بري مشاريع القوانين اللامركزية الإدارية. يعني وبالتالي ولا كيف؟ نعم طول بالك علينا. يعني من هلا لخمسة أيلول في ورش عمل ولا كيف؟ من هلا لخمسة أيلول في مشاورات بين كل فرقاء طاولة الحوار لنبدأ بخمسة أيلول وضع ورشات العمل بالأسماء لتنفيذ البنود اللي اتفق عليها. طيب مين الحوار لم يصل الى اتفاق على رئيس جمهوريه او من هلا الخمسة اصلاحات في النظام السياسي؟ اصلاحات في النظام السياسي جزء من النظام السياسي. الخلل الاساسي بالنظام السياسي جزء كبير منه عدم تطبيق مواد الدستور.
فالقرار أن لا نتجاوز الدستور وأن نطبق كل ما أتى عليه الدستور. نعم باسل. لا، في هذه الأثناء الوزير غازي العريض ممثل النائب وليد جنبر. قرب قرب قرب. قرب شوي مع الوزير هذا الميكرو خلاص. تعود على الشغلة من جديد. الوزير عشان اتفقتوا اليوم. يعني أهم شيء ما ظهر في هذه الثلاثية كثير من المواقف الإيجابية على الطاولة لناحية المقاربة السياسية، وأبرز ما فيها الدعوات للتوافق وتلقف الدعوات من قبل أطراف مختلفة جوهريا في مواقفها السياسية. هذا الحقيقة أمر يجب أن يبنى عليه لنذهب إلى اتفاق سياسي بين بعضنا البعض كلبنانيين، سيما وأن الجميع يتحدث عن مأزق، عن أزمة، عن امتدادات وارتدادات للمشاكل الإقليمية والدولية، وعن مخاطر تحيط بالبلد لناحية عدم الاستقرار، عدم العمل الطبيعي بالمؤسسات السياسية في البلد، وأيضا الوضع المالي الاقتصادي الاجتماعي، مشاكل الناس، مطالب الناس، هموم الناس، والدخول في مرحلة الانتخابات في العام المقبل، لا سيما وأن الجميع يرفض التمديد، وأننا أيضا لا نريد قانون الستين إضافة إلى مشكلة الرئاسة. أعتقد أن الأجواء هذه يجب أن لا تبدد على الإطلاق. من الآن وإلى مرحلة 5 شهر يجب أن يستمر التواصل بين القوى السياسية وتحضير الأفكار التي تترجم هذه الروحية. إذا لم نصل إلى تفاهم سياسي بين بعضنا البعض حول كثير من الأمور، بدءا بالرئاسي وما حول الرئاسي لإعادة تفعيل عمل المؤسسات، نكون نضيع وقتا ونترك الأزمة مفتوحة على كل احتمالاتها السلبية، وهذا لا مصلحة لأحد فيها على المستوى. أنا اعتبرته أنه عم بتضيعوا وقت يعني خلال 3 أيام واليوم ما وصلتوا كتير لنتيجة. أبدا. أولا كان التأكيد، وهذا موقفنا نحن من الأساس، الحوار ليس مضيعة للوقت على الإطلاق. قد يأخذ وقتا لنصل إلى نتيجة، لكن مبدأ الحوار ليس مضيعة للوقت. السبب بسيط جدا. ما هو البديل عن الحوار؟ البديل عن الحوار القطيعة والفراغ، وبالتالي نعود إلى ما كنا نشهد في حالات مماثلة، التخوين والتشكيك والاتهام والتصعيد، وبالتالي مزيد من الشرذم والانقسام في البلد. لذلك مسألة الحوار مسألة أساسية، ولا يحاولن أحد تمنين اللبنانيين بالحوار. الحوار هو الحالة الطبيعية الضرورية المفتوحة يوميا بين اللبنانيين وبين القوى السياسية. هذا ما يجب أن تكون عليه، لأنه من الحوار نستنبط الأفكار، البرامج، الحلول وإلى ما هنالك. ما هو الخرق بالموضوع الرئاسي؟ كيف ممكن يصير الخرق بالموضوع الرئاسي؟ بعتقد طاولة الحوار بمرحلة الأزمة السياسية الكبيرة بالبلد، يجب أن لا ننسى أنها ساهمت في مراحل عديدة بتفعيل عمل الحكومة، بإخراج الحكومة من أزمات ومآزق كبرى كانت تواجهها، واستحقاقات كبرى كانت تواجهها. الحوار أدى أحيانا إلى عمل في المجلس النيابي لابد أن نعود إليه، إن على مستوى الحكومة أو المجلس النيابي، لكي نتطلع إلى مصالح الناس. لا، لو لم يكن ثمة حوار وطاولة حوار، ولو كانت الحياة السياسية بالبلد مستمرة بحالة الانقسام والشرذمة، واقع المجلس كان أصعب، واقع الحكومة كان أصعب، وبالتالي كل الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمالي والاستقرار في البلد كان أصعب على المجلس. قريبين من ترشيح لعماد عون كحزب تقدم اشتراكي؟ لنا رأي في هذا الموضوع قلناه، وإن شاء الله يعني أنه مثل ما قلت الناس تأكد على التوافق فيما بيننا للوصول إلى مخارج لهذه المجلس. إذا داليا، يعني سمعنا إلى تصريحات بعض المتحاورين لدى خروجهم من طاولة الحوار. لا أعلم إن كان يعني كل الأقطاب قد خرجوا. أعتقد أن هناك لا يزال النائب علي فياض يخرج في هذه الأثناء.
داير ماشي اوكي اوكي بس اذا سمحت خليك تم الاتفاق على ان تعقد جلسه مقبله للحوار الوطني ب 5 اب ايلول ب 5 ايلول عفوا 5/9 وموضوع هذه الجلسه طبعا في موضوعات عديده لكن واحده من موضوعاتها هو تشكيل لجنه من مختصين وخبراء ومعنيين فيما يتعلق بمجلس الشيوخ كي مجلس الشيوخ صلاحياته وشكل انتخابه وما إلى هنالك. طبعا من وجهة نظرنا لا يمكن مناقشة مجلس الشيوخ بمعزل عن مناقشة تشكيل مجلس وطني خارج القيد الطائف، لأنه هذا منصوص عليه بالدستور، وبحسب الدستور في الأصل خطوة تشكيل المجلس الوطني يجب أن تسبق خطوة تشكيل مجلس الشيوخ. وعندما نتحدث عن مجلس نيابي وطني يستدعي الأمر منطقيا وسياسيا أن يكون قانون الانتخاب الذي يتشكل على أساسه هذا المجلس أن يكون أيضا وطنيا، مما يدفع الأمور حصرا باتجاه أن يكون النظام الانتخابي هذا نسبي وأن تكون الدوائر وطنية، بمعنى إما لبنان دائرة واحدة وإما أن تكون الدوائر الكبيرة. للأسف هناك من سعى اليوم إلى عزل هاتين النقطتين تحت عنوان فصل المسارات والدفع فقط في باتجاه مناقشة مجلس الشيوخ. يعني المستقبل اللي بدي أقوله ما حصل اليوم على قاعدة مصارحة الرأي العام، لأنه في البعض يأخذنا إلى أقصى التفاؤل كما حصل البارحة ثم يردنا إلى أقصى التشاؤم كما حصل اليوم. لذلك هناك قنابل متفجرة زرعت في طريق الإصلاح السياسي بهدف تعطيل الإصلاح السياسي. في مطلق الأحوال نحن سنبقى في موقع من يتعاطى بكل جدية على المستويين. هل هذا إعلان فشل الحوار؟ لا أبدا. الجميع على الرغم من كل ذلك، خليني أكمل بس، بدي أقول نحن جادون فيما يتعلق بالقضيتين الكبريتين المطروحتين. أولا فيما يتعلق بالملفات العالقة على مستوى الشغور الرئاسي وقانون الانتخاب وما إلى هنالك، وثانيا فيما يتعلق بالملفات الإصلاحية التي طرحت. أما فيما يتعلق بالحوار واستمرار الحوار وأهمية الحوار، الجميع متمسك بهذا الحوار، لم نسمع صوتا اعتراضيا، الجميع متمسك بأهمية التواصل والحوار وجلسات الحوار الماضية. لكن للأسف أعان الله اللبنانيين على ظروفهم وعلى سياسات البعض في معالجة التعقيدات والمشاكل التي يعاني منها اللبنان. من هو الطرف السياسي الذي يعارض النسبية؟ يعني داليا، تصريح النائب علي فياض هو الأبرز حقيقة بين كل التصريحات التي استمعنا إليها. هناك يعني إن لم يكن طبعا حاولنا استفسار إذا كان هذا الكلام هو نعي للحوار، استمعنا إلى جواب، لكن بالخلاصة نستطيع أن نستشف من هذا الكلام. الرئيس تمام إسلام يغادر طبعا، يعني كما هناك تذكير في جلسة مجلس وزراء عند الساعة 4، لكن هذا الكلام نعود بالحديث على إلى موضوع الحديث النائب علي فياض. يعني هذا يشير فعلا، هذا كنا نتحدث عنه منذ الصباح بكل الرسائل السابقة، على أن كل الحوارات كل النقاشات داخل طاولة الحوار لم تأتي بنتيجة. هذا ما ظهر في اليوم الأول للحوار، في اليوم الثاني، وهو الذي تكرس اليوم في هذا اليوم، في اليوم الثالث، ونهاية هذا الحوار وتأجيل الحوار أو قذف الحوار إلى شهر يعني الخامس من أيلول، هو طبعا كما من أيلول طبعا هو يذكرنا بما حدث في الجلسة الماضية عندما أجل الرئيس نبيه بري جلسة الحوار، أعطاهم شهر تقريبا لدراسة مبادرته، جميع الأطراف لدراسة المبادرة التي تقدم بها أمام الطاولة ليأتوا بأجوبة في نهاية حزيران الماضي. كل هذه التفاصيل تذكرنا، يعني عم نجمع يمكن هذه الأفكار مع بعض الآن لدليل على أنه مدى عمق الأزمة. عندما نتحدث عن شهر لعقد جلسة حوارية، هذا دليل على أن
الأمور ليست سهلة وليست جيدة وليست إيجابية كما تحدث وأعلن النائب علي فياض، وهذا ما تبين من خلال المحاضر الجلسات التي حصلنا عليها في اليومين الماضيين، والتي كانت تشير بشكل واضح أن طبيعة النقاش داخل جلسة الحوار كما كانك راوح، عودة دائما للمربع الأول، كل محاولة خرق الجدار كما أسماها أحد المشاركين بالأمس، أن الجدار فتح باب في هذا الجدار من خلال إعلان مجلس الشيوخ وتعبيد النائب سامي جميل سيتحدث الآن رئيس حزب الكتائب. لا يعطيكم العافية. بطل الميكروفون شوي. يلا جاهزين؟ يلا شرف. إذا المطلوب في ميكرو. خلونا نقدر. إذا المطلوب هو تطبيق اتفاق الطائف، هذا التطبيق بيبدأ بفرض سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية وبجمع السلاح بين إيدين الجيش اللبناني تيكون لوحده عم بيقوم بمهمة الدفاع عن اللبنانيين وحماية اللبنانيين. أما إذا المطلوب إصلاحات، هذه الإصلاحات ضرورية ومهمة، مكان مناقشة تبعها هو تحت سقف المؤسسات وليس بأي مكان آخر، يعني بالمجلس النيابي. على المجلس النيابي هو أنه يقوم بدور دراسة الإصلاحات والقوانين الإصلاحية وليس بمكان بأي مكان آخر. أما الأساس، نحن وجودنا على هيدي الطاولة هو للدفاع عن الدستور، هو للتصدي لأي محاولة لترحيل ملف الرئاسة وصرف النظر عن انتخاب رئيس الجمهورية اللي بيبقى بالنسبة لنا الأولوية والأساس إذا بدنا الأمور ترجع تمشي والمؤسسات ترجع تمشي على مسارها الصحيح. إضافة إلى ذلك قانون الانتخابات، ترحيل قانون الانتخابات لحين بت مجلس الشيوخ هو عملية دفن لأي محاولة بوضع قانون انتخابي جديد بيخضع له اللبنانيين وبيسمح للبنانيين بتجديد الطبقة السياسية وبيكون بمثابة التمديد للطبقة السياسية 4 سنوات جديدة، يعني تمديد للفراغ السياسي، يعني تمديد للتعاطي يلي عم نشوفه صرنا فترة كتير طويلة لحديث اليوم من تقاعس وفساد وهدر وتدمير للمؤسسات وضرب الحياة الديمقراطية بلبنان. لهذا السبب نحن منعتبر أنه الأولوية اليوم هو بانتخاب رئيس جمهورية من خلال التصويت تطبيقا للدستور، الأولوية اليوم هو بوضع قوانين الانتخابات يلي مطروحة على مجلس النواب على التصويت وعدم الهروب من التصويت بمجلس النواب، عدم هروب من الديمقراطية، عدم هروب من وضع حد نهائي لقانون 60. هيدا الهروب رح يتحمل مسؤوليته كل يلي عم بيساهم بالمماطلة وتضيع الوقت بهيدا الملف. أما الأمور هناك من يضع قنابل بوجه الإصلاح السياسي، نحن بالعكس، نحن عم نقول نحن مع الإصلاح السياسي ونحن أول من طرح تطوير النظام السياسي، ولكن تطوير النظام السياسي بيحصل أولا تحت سقف المؤسسات داخل مجلس النيابة من خلال النواب اللبنانيين يلي هيدي شغلتهم أولا، وثانيا بيحصل بوجود رئيس الجمهورية. ما منستفيد من غياب رئيس الجمهورية تنعمل إصلاحات تقعصوا من القيام بها على مدى 25 سنة. مش نحن يلي منعنا الإصلاح السياسي، نحن كنا مع هذا الإصلاح السياسي بوجود المؤسسات الكاملة، إنما اليوم الاستفادة من غياب رئيس الجمهورية لتمرير أي إصلاح وبظل وجود السلاح وبظل الأزمة الدستورية والمؤسساتية اللي عم نعيشها أمر خطير. لهذا السبب عم نرجع نكرر موقفنا، أولا ننتخب رئيس جمهورية، نفتح المؤسسات، أما الإصلاح نحن اللي بدنا الإصلاح، نحن يلي عم نطرح
اللامركزية، نحن عم نطرح مجلس الشيوخ، نحن عم نطرح الانتقال من بالبلد من مكان إلى مكان آخر، ولكن هذا لا يحصل خارج المؤسسات، يحصل داخل المؤسسات، داخل مجلس النيابة، تحت سقف المجلس النيابي، ويحصل برعاية رئيس الجمهورية وحفاظا على حقه بالمراقبة، حقه بالطعن، حقه برد القوانين. وهيدا ما ننسى أن رئيس الجمهورية هو يلي حالف يمين على الدستور، هو اللي حالف يمين على صون وحدة لبنان، وبالتالي تغييب رئيس الجمهورية بكل هيدي العملية نحن شيء منرفضه، بالأخص أنه عم نعتبر أنه في عملية هروب من المسؤولية بموضوع انتخاب رئيس جمهورية. البعض بفضل اليوم ياخذ الأنظار إلى مكان آخر، نحن شغلتنا هو التصدي لهذا الأمر والعودة دائما بقلب طاولة الحوار وخارج طاولة الحوار إلى وضع انتخاب رئيس جمهورية كأولوية قصوى من أجل حماية البلد وعودة المؤسسات على السكة الصحيحة. وشكرا. داليا، راح نحاول الوصول ربما إلى وزير الخارجية جبران باسيل اللي عم يتحدث مع الوزير. نحن مباشر على الهواء. على ما يبدو سيدلي بتصريح للصحفيين. بس بتوتر شوي انا. بس شوي. نحن ما لنا علاقة. على اي اساس؟ تفضل معالي، نحن على الهواء. اول شيء نحن بدنا نوضح انه نحن مع انه اذا موضوع بموضوع بنحل لوحده ما عندنا مشكل، شيء جيد. يعني اذا اتفقنا على رئيس جمهورية وانتخبناه لوحده شيء جيد، اذا اتفقنا على قانون انتخاب شيء جيد. اي امر اصلاحي مش استكمال لتطبيق اتفاق الطائف لدستور الطائف منبثق من الدستور، اي امر في تطوير للنظام نحن كمان معه، فبينحلوا الامور مع بعضها من دون ما نرجع لا لسفر التكوين ولا لنروح يعني نعمل ارتكاب لمئة سنه لقدام. كمان نحن ايجابيين، ما في مشكل. في مواضيع بقانون الانتخاب عم تنطرح، نحن موقفنا زيت بخصوصها. عم نعمل قانون طائفي بده يكون القانون الارثوذكسي، عم نعمل قانون يخدنا على المواطنة الكاملة بده يكون قانون نسبي. اي شيء مركب على قواعد غير سليمة بس هي استنسابية انتقائية لكل واحد يركب قانون على تفصيله، نحن مش معه. نحن مع قانون بيعتمد معيار واحد واضح، وهيدي ما في أكتر منها. هيدي القوانين تستعمل بمجلس النواب بعدين بيصير في تطوير لموضوع كله يدرس. في شيء ثابت عنا لن يتغير، وما حدا يتكل على معادلات خارجية لتغييره بانتظار انتخابات أمريكية تطورات إقليمية. هيدا بيعني أصحابه، ما يعنينا نحن. ما يعنينا نحن بموضوع رئاسة الجمهورية هو أمرين. الأول هو حق دستوري عم نمارسه بموجب الدستور يلي بيعطينا حق عدم تأمين النصاب، ما حدا بيقدر ياخده منا إلا يلي عم يوقفوا معنا بعدم تأمين النصاب. حق تاني هو حق ميثاقي عطينا شعبنا، هيدا ميثاقي، هيدا بعد أكبر وأهم. طالما شعبنا عطينا هيدا الحق نحن ما حنتنازل عنه. بينزعوا عنا فرد حدا هو شعبنا، بيقدر ينزعوا عنا بانتخابات، بيقدر ينزعوا عنا باستفتاء، بيقدر ينزعوا عنا بتصويت مباشر من الشعب. كل شيء معطى لشعبنا بعتقد المرحلة الاستثنائية اللي عم يمرق فيها لبنان، أقل شيء إذا بدنا نعمل شيء استثنائي إنه نرد هالحق للشعب اللبناني تهو يعطي كلمة. وشكرا. ما عليك بس باللي مطروح داليا بكلمة تصريح الوزير وزير الخارجية جبران باسيل، يكون كل الأقطاب وكل المتحاورين قد غادروا طاولة الحوار. موقف الوزير جبران باسيل هو عينه الذي طرحه بالأمس على طاولة الحوار عندما تحدث عن الميثاقية وانتخاب الرئيس الأقوى والأكثر تمثيلا لطائفته، وهو يعني هنا العماد ميشيل عون. وبالتالي كنا كمان نتحدث قبل بدء التصريح على أن المشكلة العقبة أو الأساسية عندما تم طرح موضوع مجلس الشيوخ لفتح الطريق أو وضع خريطة الطريق أمام الإصلاحات في حال
صير أو تم انتخاب رئيس الجمهورية تكون هذه الإصلاحات قد تم التوافق عليها ولا يقتصر سوى على تطبيقها ويشرف رئيس الجمهورية على تطبيق هذه الإصلاحات، إنما بحسب المتحاورين على أن نقطة الخلاف الرئيسية ونقطة أو الجدار لا يزال مقفل ولم يستطع المتحاورون فتح أي ثغرة في هذا الجدار، كون هناك بعض الأطراف وتحديدا يتحدثون عن التيار الوطني الحر وحزب الله على أنهم لا يزالون متمسكين بالعماد ميشيل عون رئيسا للجمهورية، وبالتالي لا يرفضون بشكل أو بآخر وطرح أسماء أخرى، وبالتالي لا يمكن الولوج أو الوصول إلى الإصلاحات التي يتم طرحها الآن من مجلس شيوخ ولا مركزية إدارية وغيرها من الأمور قبل التوافق على رئيس الجمهورية. وبالتالي بالخلاصة نعود إلى كلمة النائب علي فياض عندما تبين بشكل واضح أن لازلنا في المربع الأول للجلسة الأولى من هذا الحوار، وبالتالي نحن طبعا سننتظر المقبل من الأيام لمعرفة ما ستولي عليه الأوضاع، خصوصا على ما يبدو أن سيكون هناك الكثير من الاتصال والتواصل واللقاءات الثنائية بين عدد من الأطراف لمحاولة حلحلة هذه الأزمة. لكن أيضا نشير هنا أيضا إلى موضوع داليا بشكل سريع، أعلن في الجلسة في اليوم الأول من هذه الثلاثية كان تأكيد من عدد من الأقطاب والأطراف السياسية على هذه الطاولة على أن موضوع رئاسة الجمهورية وربما أيضا بالتوازي معه موضوع قانون الانتخابات النيابية مرتبط بشكل أو بآخر وبشكل شبه مباشر تحديدا موضوع الرئاسة بالتطورات الإقليمية والموضوع الدولي، وبالتالي لا يمكن الآن للبنانيين بثه بشكل سريع فيما بينهم، عليهم الانتقال إلى المواضيع أو القوانين المدرجة في مجلس النواب والمواضيع الإصلاحية. لكن داليا عدا كل هذه التفاصيل طبعا سنكون معها في النشرة المسائية، لكن بختامة مكانك روح. نعم، شكرا للزميل باسل العريض الذي كان معنا مباشرة من عين التينة. يلتئم مجلس الوزراء عصر اليوم في جلسة قد تشهد سجالا في موضوعين، الأول يتعلق بملف الاتصالات بين الوزيرين باسيل وحرب على خلفية عقدي الخلوي والإنترنت، والثاني في إمكان مطالبة الوزير وائل أبو فاعور بإقالة المدير العام لوزارة الاتصالات المدير العام بهيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف، الأمر الذي سيواجه بمعارضة قوية باعتبار أن الموضوع لا يزال أمام القضاء. عكار تطالب بحقوقها في النشرة بعد الإعلان. أهلا بكم من جديد. بدأ المناضل جورج عبدالله الأسير في سجون فرنسا إضرابا عن الطعام لمدة 3 أيام تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين ورفضا لسياسة الاعتقال الإداري للأسير الفلسطيني بلال كايد وطلبا لتحريره غير المشروط. وقد صرح من سجنها الفرنسي: أعلن إضرابي عن الطعام لمدة 3 أيام بدءا من اليوم. وبحسب الصفحة الرسمية لجورج عبدالله على فيسبوك، فقد انضم إلى مبادرة الأسير عبدالله 10 معتقلين في سجنه الفرنسي، كما أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن 285 معتقلا في السجون الإسرائيلية يروون خوض إضراب مفتوح عن الطعام ردا على الممارسات التعسفية التي تفرضها إدارة السجون بحقهم، ومن بين المعتقلين 150 في سجن نفحة. اعتصام لحملة عكار لعيونك توحدنا احتجاجا على انقطاع الكهرباء. احتجاجاً على ساعات التقنين القاسية التي تشهدها قرى وبلدات عكار وتحت شعار أعيدوا لنا الكهرباء، نفذت حملة عكار لعيونك توحدنا اليوم أمام سرايا حلبة اعتصاماً رمزياً شارك فيه ممثلون عن شخصيات سياسية وعدد من رؤساء البلديات والمخاتير. جئنا لنقول ارفعوا أيديكم عنا، نريد كامل حقوقنا المسروقة على مر عقود. لم نعد نصدق وعودكم، لم نعد نثق بكم، كل ما يمكن أن يقال أنكم طبقة حكام فاسدة. نحذركم من الغليان الحاصل في الشارع العكاري جراء الإمعان في إذلالنا. إن محافظة عكار تعاني من شح كبير في جميع الخدمات، وخصوصا في التيار الكهربائي الذي يرهق المواطنين، وخصوصا في هذا الصيف الحار. فكل من يذل الشعب العكاري هو عدو لنا، ونحذر وإن غدا لناظره قريب. إذا بقيت الأمور على حالها
فالتصعيد قائم لمحاربة الفساد. وقد رفع المعتصمون العديد من اليافطات التي تطالب بإعادة التيار الكهربائي وأنصاف محافظة عكار كغيرها من محافظات لبنان، وهددت الحملة بالتصعيد إذا لم تلبى مطالبها. وسأل المعتصمون إذا كان المسؤولون يعلمون حجم ما يعانيه المواطنون في غياب الكهرباء. مستخدمو وأجراء مستشفى رفيق الحريري يعتصمون، عسى الوعود تتحقق. بعد اجتماعات متكررة نفذت لجنة مستخدمي وأجراء مستشفى رفيق الحرير الحكومي الجامعي اعتصاما بسبب عدم تنفيذ الوعود واستنفاذ كل الفرص والمهل المطلوبة لتنفيذها. ومن كلنا التزمنا وقمنا بكامل دورنا لوصلنا المؤسسة للوضع اللي هي فيه، بالمقابل منلاقي في اهتمام مطلق بكل ما بين المؤسسة ومعداتها، وفي نسيان مطلق للموظف، وكأننا رجعنا 4 سنين لورا، رجعنا المعاش بزيادة عليكم، ما إلكم أكثر منه، وهيدا منيح. المعتصمون أكدوا مخالفة قرار مجلس الإدارة على أصعدة عدة، أبرزها عدم تسديد مستحقات شهرية مكتسبة تدخل في صلب الراتب كالدرجات، ورغبة الإدارة بتسديد بدلات المدارس على أساس جدول تعاونية موظفي الدولة الصادر عن العام الماضي بدلا من جدول العام الحالي. بعد الإعلان مواجهة في الخليل. أهلا بكم من جديد. في لندن قتلت امرأة تبين أنها أمريكية وأصيب آخرون مساء أمس، حيث أقدم شاب على طعن الأشخاص بسكين في راسل سكوير وسط العاصمة البريطانية قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه بعد صعقه بمسدس كهربائي. وقالت شرطة لندن في بيان لها إن الدلائل الأولية تشير إلى أن الصحة العقلية للمشتبه به يبدو أنها عامل مهم في حادث الطعن، موضحة أن المهاجم يعاني اضطرابات عقلية. وأعلنت لاحقا أن منفذ الاعتداء نرويجي من أصل صومالي، وبعد الهجوم حض رئيس بلدية لندن صادق خان السكان على التزام الهدوء واليقظة. في الضفة الغربية أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوة عسكرية إسرائيلية هدمت مسكنين في بلدة يطا جنوب مدينة الخليل. واندلعت المواجهات بين القوات الإسرائيلية والسكان عقب عملية اقتحام قوات الاحتلال البلدة استخدمت خلالها الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما رشقهم الشبان بالحجارة والعبوات الفارغة والحارقة. كان في النشرة الحوار الأخير مناقشة صلاحية مجلس الشيوخ والعبرة في الخواتيم. جورج عبد الله يعلن الإضراب عن الطعام تضامنا مع المعتقلين الفلسطينيين. طعن بسكين في لندن، مقتل امرأة وجرح 5 واعتقال الفاعل. كان هذا كل ما لدينا من أخبار حتى الساعة. المزيد منها ولكل جديد تابعونا على موقعنا www.aljadeed.tv، ولا تنسوا متابعة صفحتنا على فيسبوك الجديد أونلاين وعلى تويتر الجديد نيوز. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.